عايدة نور الدين، اسم ممكن يكون مر عليك قبل كده، وهي صاحبة أكبر قضية حصلت في مصر سنة 1997. عايدة المفروض إنها قتلت أكتر من 29 شخص، وقضية عايدة لحد النهاردة فيها سر. 1973 اتولدت عايدة في اسكندرية، ولما كبرت اشتغلت في مجال التمريض، واشتغلت في أكبر مستشفيات محافظة الاسكندرية، ولأنها كانت متميزة في شغلها فكانت دايما بتشتغل في أهم أقسام جوه المستشفى، وهي قسم العناية المركزة. والقصة بدأت لما أكتر من مريض يدخل غرفة العمليات والعملية الجراحية تنجح، والمريض بعدها يدخل لغرفة الإفاقة، وبعدها يروح على العناية المركزة استعدادا لنقله لغرفة عادية علشان المريض يخرج من المستشفى ويبلغوا أهله بنجاح العملية، لكن فجأة المريض ده يموت وبدون أي أسباب. الغريب أن كل الدكاترة في مستشفى الإسكندرية أكدوا أن كل العمليات الجراحية اللي اتعملت للمرضى دول كانت عمليات جراحية ناجحة جدا وما فيهاش أي مشكلة حصلت، وحتى العلامات الحيوية على كل المرضى كانت سليمة جدا، وإن المريض مجرد ما بيدخل غرفة العناية المركزة بيكتشفوا مرة واحدة إن المريض ده حصل له تدهور في حالته الصحية ويموت بدون أي أسباب، فأكيد في حاجة مش طبيعية لأن المريض خرج أصلا في حالة صحية كويسة. وأكتر سبب للوفاة كان واضح للدكاترة هو شلل كامل في عضلات الجسم وارتخاء واضح في عضلات الحنجرة. والغريب ان الاعراض اللي بتيجي للمرضى اللي توفوا دول هي اعراض متشابهة، وغالبا بتتم بسبب حقن عقار اسمه فلاكسين، والعقار ده الاطباء بيدوه للمرضى قبل العمليات الجراحية علشان يساعد في ارتخاء العضلات، وتحديدا ارتخاء عضلات الحنجرة علشان يقدر الاطباء يدخلوا الانابيب الخاصة بالاكسجين داخل حنجرة الانسان، وان عضلات الحنجرة ما تعترضش الانابيب اللي بتدخل في فم المريض. وعقار الفلاكسين ما ينفعش يتاخد الا تحت اشراف طبيب، والاغلب ان بيتم استخدامه اثناء العمليات الجراحيه، يعني ملوش اي دور قوي او فعال لو المريض خده جوه العنايه المركزه. وهنا كان السؤال، ايه اللي يخلي المرضى دول كلهم يموتوا بنفس الشكل وبنفس الطريقه؟ لحد ما جاء دكتور كبير في المستشفى اسمه دكتور عادل عيسى. الدكتور ده استغرب من اللي بيحصل داخل العنايه المركزه، واستغرب من تشابه سبب الوفاه بين المرضى اللي بتتم بنفس الشكل وبنفس الطريقه. دكتور عادل طلب كل ملفات المرضى علشان يتأكد ان مفيش اي اجراء طبي غير صحيح تم عليهم، واكتشف ان كل المرضى دول عملياتهم الجراحية نجحت ومفيش اي سبب واضح يخلي فيه حالة وفاة بالشكل ده الا ان يكون بفعل فاعل. لكن دكتور عادل عيسى اكتشف ان العنصر الاساسي والمشترك في كل الحالات اللي توفت هو وجود ممرضة اسمها عايدة في قسم العناية المركزة. لكن كان السؤال دايما، ايه اللي يخلي الممرضة عايدة تعمل كده؟ وعلشان كده هي كانت مجرد شكوك وما تمش الأخذ بيها تماما داخل المستشفى، لحد ما جت حالة غريبة لمريضة عندها 11 سنة، طفلة اسمها صباح. دخلت عملت عملية جراحية ونجحت وراحت على العناية المركزة، وفجأة الطفلة تعرضت لنفس الأسباب بالظبط، شلل كامل في عضلات الجسم وضيق في التنفس. لكن الأطباء قدروا بسرعة انهم ينقذوا حالة الطفلة صباح ويفوقوها ويرجعوها لوعيها مرة تانية. ولما استعادت الطفلة صباح وعيها سألوها ايه اللي حصل بالظبط، فقالت لهم ان في ممرضة جاتلي ادتني حقنة، وبعد ما ادتني حقنة بحاجة بسيطة حسيت ان انا مش قادرة اتحكم في جسمي خالص، وحسيت ان انا بتخنق، ولان حالة الشلل العضلي ما بتأثرش على حاسة السمع فكانت المريضة الطفلة صباح سمع كويس كل اللي حصل. قالت لهم ان بعد ما تم حقنها بالحقنة سمعت الممرضة وهي بتنده على الدكاترة علشان يلحقوا المريضة، ولما سألوها مين الممرضة اللي حقنتك قالت لهم عايدة. وساعتها اتعمل تحقيق داخلي جوه المستشفى وتم اتهام عايدة بشكل واضح، لكنها انكرت كل الاتهامات اللي وجهت ليها من ادارة التحقيق في المستشفى. طلبت انها تتنقل من وحدة العناية المركزة علشان تشيل الشكوك من عليها تماما، وفعلا تم نقل عايدة من وحدة العناية المركزة وراحت قسم تاني خالص. لكن المفاجأة ان حتى بعد نقل عايدة من
قسم العناية المركزة حالات الوفاة كانت برضو بتحصل بنفس الشكل بالظبط ونفس الأسباب. واللي عمل ضجة إعلامية للقضية دي هي خروج الطفلة صباح من المستشفى وإنها قابلت واحد من الصحفيين وحكت له على اللي حصل معاها بالظبط. فالصحفي كتب مقال يقول فيه إن في حالات غريبة بتموت داخل واحدة من المستشفيات الكبرى في الإسكندرية وإن حالات الوفاة دي ملهاش تفسير. طبعا المقال الصحفي اللي نزل بسبب المريضة اللي اسمها صباح عمل ضجة كبيرة في إسكندرية وخلى ناس كتير بتسأل هو إيه اللي بيحصل جوه المستشفى بالظبط. لحد ما جاء بعدها بكام يوم دخل المستشفى مريض اسمه عبد القادر، وعبد القادر كان كبير في السن ودخل عمل عملية جراحية ونجحت، وبعد نجاح العملية تم نقله للعناية المركزة لكنه مات بنفس الطريقة بالظبط. وأهل المريض عبد القادر اتبلغوا انه توفى وتم تسليمهم الجثمان وتم دفنه، لكن دكتور عادل عيسى بدأ شكوكه تزيد، ومن اللحظة دي قدم بلاغ رسمي يتهم فيها الممرضة عايدة بأنها السبب الرئيسي في قتل المرضى جوه المستشفى، وده عن طريق حقن المرضى بعقار الفلاكسين. والأجهزة الأمنية سألت دكتور عادل إزاي نقدر نتأكد أن المرضى دول توفوا عن طريق عقار الفلاكسين. قال لهم أن العقار بيتم الاحتفاظ به داخل الجسم لمدة 45 يوم بعد الوفاة، ومن هنا الأجهزة الأمنية طلبت استخراج جثة المريض المتوفي عبد القادر، وتم إرسال الجثة للطب الشرعي للتشريح ومعرفة سبب الوفاة. وكانت المفاجأة في تقرير الطب الشرعي اللي طلع وأكد إن سبب الوفاة هو حقن المريض بعقار الفلاكسين، وإن السبب الرئيسي للوفاة هو تشنج العضلات وضيق التنفس، وده اللي أثبته تقرير الطب الشرعي. وهنا أصبح البلاغ رسمي في حق الممرضة عايدة، وعدد كبير جدا من أهالي المرضى المتوفيين جوه نفس المستشفى قدموا بلاغات مشابهة بيتهموا فيها الممرضة عايدة بأن هي اللي قتلت المرضى بنفس الشكل. وبدأت التحقيقات معاها تتم وبدأت المفاجآت تظهر، وتم توجيه تهمة قتل 29 مريض المتسببة فيهم كلهم هي الممرضة عايدة. عايدة بدأت تعترف في التحقيقات إنها كانت بتحب دكتور اسمه هشام، وإنها في الأول كانت بتحقن المرضى بعقار الفلاكسين وتنده بسرعة على دكتور هشام علشان يلحقهم، ودي بتكون فترة طويلة تقدر من خلالها عايدة تكون جنب دكتور هشام وهي كانت بتحس بسعادة وهي واقفة جنبه. لحد ما بدأت عايدة تحس بلذة في قتل المرضى، كل ما كانت بتقتل مريض كانت بتحس بلذة أكبر من اللي فات، تقوم تعمل التجربة تاني وتعملها تالت. ولما سألوها في التحقيقات إزاي عمليات القتل برضو كانت بتتم برغم نقلك لقسم تاني، فعايدة اعترفت إنها كانت بتحقن عقار الفلاكسين داخل الأدوية والسوائل اللي كانت الممرضات بتاخدها علشان توديها للمرضى في العناية المركزة، فبالتالي كانت برضو بتحقق نفس الهدف لكن وهي مش موجودة. وفي فترة التحقيقات اتكتب خبر عن إن عايدة حاولت تنتحر برمي نفسها من اسم الشرطة في الدور الأول، لكن ما حصلهاش حاجة لأن المسافة ما كانتش طويلة. وبسبب إن القضية كانت عاملة ضجة كبيرة جدا في مصر سنة 1997 النيابة أمرت بحظر النشر، ولكن التحقيقات كانت مستمرة والمحكمة أصدرت حكم على عايدة بالإعدام لاتهامها بقتل 29 شخص قتل عمد، لحد ما ظهر محامي اسمه آمر أبو هيف. المحامي ده كان مقتنع بأن عايدة بريئة وأنها ما عملتش كل الجرائم اللي اتهمت بيها دي، وطلب من المحكمة إعادة المحاكمة وعمل استئناف لوجود أدلة جديدة ممكن تكون سبب رئيسي في تبرئة عايدة من الاتهامات الموجهة ليها. وفضلت المحاكمة لمدة 3 سنين في المحاكم لحد ما تحول الرأي العام في اسكندرية في قضية عايدة من المطالبة بإعدام عايدة لقتلها عدد كبير من المرضى إلى المطالبة بتبرئة عايدة لأنها مظلومة. واعتمد المحامي في كل التحقيقات اللي حصلت على أسباب كتير، أولهم إن الأشخاص اللي اتهمت عايدة بشكل مباشر هم أصلا متهمين في قضايا قبل كده لها علاقة بالإهمال، ومنهم الدكتور عادل عيسى، وده بيخلي الاتهامات الموجهة مش في محل قوة. والأغرب كمان إن دكتور عادل عيسى قبل ما يتهم عايدة بقتل المرضى كان تم اختيارها الموظفة المثالية في المستشفى، ده غير إنه أثناء المحاكمات كانت والدة المريض عبد القادر موجودة في المحكمة، والمحامي طلب منها إنها تتعرف على الممرضة اللي حقنت ابنها
بعقار الفلاكسين، ولأن عايدة في قفص الاتهام كان معاها بنات تانيين متهمين في قضايا تانية، والدة عبد القادر معرفتش تتعرف على الممرضة عايدة. وهنا استشهد المحامي آمر أبو هيف إن إزاي والدة المريض عبد القادر اتهمت عايدة وهي أصلا ما تعرفش شكلها. حتى الممرضات اللي في التحقيقات الأولى اتهموا عايدة بشكل مباشر إن هي اللي قتلت المرضى غيروا كل أقوالهم وقالوا إنها ما عملتش كده. تم تغيير الحكم من الإعدام إلى السجن 10 سنوات باتهام عايدة بالإهمال، وعايدة دخلت السجن لتنفيذ الحكم بالسجن 10 سنوات، لكنها خرجت بعد 7 سنين لحسن السير والسلوك. وبرغم إن عايدة خرجت من السجن بعد 7 سنوات، إلا إن قضية عايدة لحد النهاردة هي واحدة من أغرب القضايا اللي حصلت في مصر، واتعمل عنها مسلسل اسمه أوبرا عايدة، أنتج سنة 2000 بطولة الفنان يحيى الفخراني. وعايدة لحد النهاردة ما ظهرتش تاني غير في لقاء وحيد مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي. سلام عليكم.